قررت المحكمة التأخير ديالو إلى جلسات 15 جوج من هذا الشهر بناء على طلب الدفاع من أجل إعداد الدفاع والاطلاع، وكذلك نظرا لظروف صحية ديال أحد الزملاء اللي كانت منوا ليه الشفاء. وفي نفس الإطار ونظرا لتغيير الهيئة اللي كانت نظرت في القضية في الجلسة السابقة وطبقا للقانون، طلبنا باش يتم استدعاء المشتكيتين كل من دنيا باطمة ورشيدة باب الزين، واللي المحكمة أرجأت النظر في هذا الطلبين إلى حين مناقشة الموضوع وارتأت ضرورة لذلك. وأسسنا هذا الطلب لجوج الاعتبارات، أولا لأن ماشي دنيا باطمة اللي قدمت الشكاية مباشرة، تقدمت بواسطة واحد الهيئة كيترأسها واحد السيد أصبح في الأيام الآونة الأخيرة مختص في الشكايات ضد كل من يتضامن مع المديمي وكيصرح بذلك علنية، هذاك حقه وهذاك شغله والله يعاونه ويعاونه. مي اللي كنبغي نقول هذا العمل استثنائي وسابقة في تاريخ المغرب، وعمل شاد ما لا يمت لا للعمل الحقوقي ولا للعمل الجمعوي بصلة. وأنا ماشي هو اللي كيعنيني، بل كيعنيني الحضور ديال السيدة دنيا باطمة، ماشي لتسوية حسابات معينة أو لتصريف داغينة أو حقد ولا شيء من هذا القبيل أبدا، ولكن من أجل الوقوف على الحقيقة. السيدة دنيا باطمة المحترمة هي بحالها بحال جميع الناس اللي هما عامين أو شخصيات عامة في البلاد. هاد السيد لما تكلم عليها في المحتوى المفروض كانت دير هي حق الرد، وإلا ما نشروش أنا داك كتلجأ للمساطر القضائية. وهو أكد عند الضابطة القضائية أنه غير لم يكن يقصد بما تضمنته الشكاية التي حررها أو التي هي مؤشر عليها من طرف هذاك السيد اللي قلنا صبح مختص ومحضرها عند الضابطة القضائية، لا تتكلم بالبتة على مضامين تلك الشكاية. وأنا متيقن دنيا باطمة إذا ما حضرت وسمعت وعرفت الظروف ديال هذا السيد غتسمح ليه، لأنه إنسان لم يكن في قصده الجنائي يريد أو يستهدف الإساءة إلى تلك السيدة على الإطلاق. ولذلك ما نتمناه هو أن المحكمة تستجب، ما نتمناه أن الحكمة تكون حاضرة عند هذه السيدة أو غيرها من الناس الذين يريدون الزج بكل من يتضامن مع المديمي في السجن. أقول لهم هذا الشيء راه غادي يسالي، والتاريخ راه ما كينصف حتى شي واحد في هذه البلاد، راه هذا الشيء هذا اللي كيدير هذا السيد هذا راه ما دارتو حتى الدولة في عهد أفقير، راه غير كيصطاد في الماء العكير، راه لا يعتقد على أنه بالشكاية في مواجهة إبراهيم تحليل الحدث أو غيره أو المحاميين غادي يوقف التضامن مع المديمين اللي تضامن صلاح عالمي. وأنا الهضرة ماشي معاه لأنه هو أداة، أقولها لأسياده. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب.